بالعودة إلى الحديث عن جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مدينة في المناطق مناطق الحديدة، ينضم إلي عبر الهاتف وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، مرحبا بكم مجددا. يعني جرائم ميليشيا الحوثي بالجملة ارتكبتها وترتكبها بحق المدنيين بشكل متواصل في الساحل الغربي، كيف يمكن حماية المدنيين برأيكم؟ بداية أنا سأرحبكم ومساء السادة المشاهدين. حقيقة ما يحدث حاليا من انتهاكات يصعب حصرها، بدءا من عمليات الإعدامات الجماعية، التنكيل والتنكيل الجثث وعمليات التعذيب والضرب والربط على جذوع الأشجار، و ايضا عمليات الان سواء كانت منازل او لكن للعمدة، بمعنى اننا نتثار نعم. اذا استاذ نبيل، يبدو، اعتذر للمقاطعه، يبدو ان هنالك مشكله في الصوت، اعتذر منك.